شغلك؟ مو زين والله، مو شيء. هسه احنا وين؟ احنا بالباب الجديد. بالايمن. بالايمن. زين، النفر بيش؟ يعني ما مو شرط. منا للايسر. حسب المكانات، نعبر الجزء للنبي ثلاثة، بعض مرات إذا منطقة بعد أربعة، هذه يعني أقصى شيء. قليتوا الأسعار ولا؟ ها؟ قليتوا الأسعار؟ لا والله ما قبلنا. والله الأسعار هي الزبون هو ما كيف يعني يتحكم. اختلفت شو؟ والله ما زاد ألف. ما أكو بعض الكارات صدق يعني صحيح. سؤال أخير، البنزين ده يكفيك لو؟ والله البنزين ما يكفيني. أفول اليوم باكر ما أفول. ألا أخذ تجاري يعني. شنو رأيك بالهيئة؟ والله الهيئة يعني المفروض يعفون الهيئة مع مال داعش وجاي يريدون منه يطالبوننا بها. يطالبوننا من سنين 2014 إلى حد الآن يطالبوننا بها. والله معاناة الهيئة يعني منحقينا بالتاكسي والمفروض يعفونا من أيام داعش. زين البنزين يكفي؟ لا والله ما يكفينا. لو سوينا الحصة مثل أبو التاكسي يومي اشرف هسه ما لحق هسه كل يومين وثلاثة تفول الثاني. قد تاخذ سيارتك؟ 50 لتر. 50 لتر؟ ايه. انت كلش قد تفول؟ قدك على على الحصة. ايه بين يوم ويوم الثالث عادي افول انا. تروح فارغ لو عندك بنزين؟ والله قليل بنزين قليل هو 100% يحتاج البنزين. والله ما ارتفع ظلت هي يعني نفر تقول له 2000 دينار يقول لك 1000 ونص، اول البارحة انا جيت ب 1000 ونص. يعني ما اعرف شلون نفر تجي عليه تقول له 3000 يقول لك انا قبل شهر جيت ب 2000 دينار، ما يصير هيك، يعني احنا حيل تعبنا، والمشكله اذا ما تشيلوا النفر ابو ال 1000 ونص تعوفوا طلع لي قدام تضحك بالمرايه يجي ابو الخصوصي الموظف يطلع من الدوام يجي يرجع يشيله هو. واحنا الدولار يعني صعد اثر علينا حيل، احنا اهل الاقساط، يعني انا اتذكر كنت انطي الورقه 400 كل 300 دولار 415000 دينار. هسه تعنطي يعني والله قبل 3 ايام صرفت الورق 300 دولار 490000 انا انطيت. يعني حيل تعبنا، يعني ما عرف اشتغل للاقساط للسياره، لو اشتغل لاهلي، لو اشتغل لي انا كسايق. والله ما يعني حيل تعبنا. فيتر ما يرحمون، والله كلها ما ترحم، لا الفيتر، لا اهل اليدوات الاحتياطيه، يعني كلها ما ترحم، الدهن تشتري الدبيه ب 16000. هسه بس صارت ب 18 وب 19 وب 20 فرقت علي حيل يعني والله تعبنا. ايش قد تطول من توصل النفر من الايمن للايسر؟ والله تقريبا نص ساعه. قبل لا اقل، قبل يعني ربع ساعه اقل. سبب شنو؟ سبب المجسرات، سبب المجسرات شويه والاعمال هذه. بس الازدحامات دائما عليك باي منطقه؟ اذا نفر يقول لك وديني فلان مكان انت ما تقبل توديه اي منطقه؟ تقريبا الجامعه. شو تقول له؟ مجسرات ازدحام. شو تقول له؟ واذا تقول له كروه زايده ما ينطي، يقول لك انا ما مجبور بالازدحامات، هاي مشكلتك. يعني هسه مثلا النفر اذا قال لك وديني على الجامعه ما توديه؟ لا ما اودي. اول اذا اطلب عليه كروه يقول لي لا مو مشكلتي، اقول له يا ابو ازدحام مجسرات وفرط طويله، يقول لي انا ما لي دخل.